الأنانية خصلة سيئة، وليس هناك من يشكك بصحة ذلك، وقد لا يستغرق الأمر طويلا قبل أن تؤدي الأنانية بصاحبها إلى عزلة موحشة، وهو يلاحظ كيف يحاول الجميع تحاشي صداقته، هذا إن لم يكونوا أصلا يحاولون تجنب التعامل معه قدر الإمكان. وجدت تجربة بحثية أنه على عكس المتوقع، قد تكون الأنانية في بعض السياقات والمواقف سلوكا مفيدا بل ضروريا، لكن مع ذلك تم استثناء للضرورة يتجاوز سلبيات الأنانية ويجعلها سلوكا مفيدا في بعض الأحيان. نتناول في هذا الفيديو الأنانية كم تكون مفيدة في بعض الأحيان. فلنقل أنك التقيت بصديقك الذي لم تره منذ فترة طويلة، وقررتما تناول الغداء معا، أو ربما قررت قضاء أمسية هادئة مع صديقتك أو زوجتك، وأردتما مشاهدة فيلم مع خطيبتك معا. سيكون عليك أولا اتخاذ قرار داخلي، هل تصر على ما تفضله أنت أم تدع ما تريد وتقدم رغبة الشخص الآخر على رغبتك إرضاء له؟ هل ستستمع أكثر إن حصلت على ما تريده أنت، أم أن الأفضل أن تتحلى بالإيثار؟ عندما يجتمع شخصان أنانيان أو شخصان مؤثران على اختيار أمر ما، فإن القرار النهائي لا يتماشى في غالب الأحيان مع رغبة أي منهما، مقارنة بقرار يتخذه شخص أناني مع آخر يفضل تقديم الآخرين على نفسه. كانت هذه النتيجة استعرضتها ورقة بحثية نشرت في جورنال أوف كومنسر بوليغولي. هذا البحث هو خلاصة تجربة قام بها عدد من البحثيين، حيث طلبوا من المشاركين مشاهدة سلسلة من مقاطع الفيديو، ومن ثم تقييم مدى استمتاعهم بكل مقطع. ثم طلب الباحثون من المشاركين الإجابة على استبيان يقيس ميولاتهم الأنانية وتقبلهم لفكرة الإطار. وبعد أسبوعين طلب من المشاركين العودة إلى المختبر، وتم تقسيمهم إلى أزواج، وعلى كل زوج اختيار فيديو لمشاهدته معا. الأزواج التي تآلفت من شخص مؤثر وآخر أناني بناء على استبيان الأنانية التي أجاب عليها المشاركون سابقا، اختارت فيديوهات كانت أقرب إلى ما يرغبون فعليا في مشاهدته، مقارنة بالأزواج المتآلفة من شخصين أنانيين نسبيا أو شخصين مؤثرين نسبيا. أعطت هذه التجربة نتائج مشابهة لتجربة أخرى طلب فيها من المشاركين التصرف بدافع الأنانية أو الإيثار عند قراءتهم لتقرير إخباري غير حقيقي. ويؤكد مايكل لوي أستاذ التسويق بجامعة جورج تيك ورئيس فريق مؤلف الورقة البحثية على نتائجها قائلا: عندما جمعنا بين أشخاص أنانيين معا أو بين أشخاص يفضلون الإيثار على أنفسهم، كانت النتائج كارية. فقد اختارت هذه الأزواج فيديوهات لا يرغب أي منهما في مشاهدتها. لكن لماذا حصل ذلك؟
يجيب لوي بأن الناس الذين تتشابه طبيعهم يلجؤون إلى التفاوض، فعندما اجتمع شخصان أنانيان عبر كل منهما عما يريده ورفض كل منهما التنازل الكامل للآخر، وفي النهاية اختار هذا الزوج خيارا ليس الأفضل بالنسبة لكل واحد منهما، لكن بإمكانهما تقبله. في المقابل اقترح الشخصان المؤثران عند جمعهما خيارات اعتقد كل واحد فيهما مخطئا أنها تناسب الشخص الآخر. المشكلة الكاملة في استراتيجية كهذه كما يبين لوي أن الناس يميلون إلى تحويل الاختلافات بين ميولهم وميول الآخرين، ولذلك جانبت الاقتراحات التي يقدمها الأزواج من هذا النوع النتائج المرجوة. قد يصر الشركاء بما سيلقونه من نتائج إيجابية إذا رضوا بالتناوب في الجلوس على مقعد أناني، ويخمن أستاذ التسويق بجامعة جورج تيك أن الأزواج، أي الأزواج في الواقع وليس في تلك التجربة، قد يصرون بما يلقونه من نتائج إيجابية إذا رضوا بالتناول في الجلوس على مقعد الأناني وقد اتخذ القرارات، فبذلك سيشعر كل منهما بالراحة سواء وقت أخذهما لزمام الأمور أو تنازلهما عن السلطة للشخص الآخر، لأنهما يعرفان أن دورهما سيحين للمرة القادمة. لوي نفسه جرب هذه الاستراتيجية في علاقته الشخصية ووجد أنها تؤتي ثمرا حسنة، كما يقول إذ كان هو وزوجته يستعصبان قرار العشاء وكلاهما يفضل النزول عند رأي الشخص الآخر، أدركنا في النهاية أن كلانا يريد فعليا الذهاب إلى نفس المطعم، ولكننا كنا نحاول التظاهر باللطف. ويردف لوي: أما الآن فقد اتفقنا على أن نقول ما نريده صراحة، فأقول لها: فليكن لك الاختيار هذه الليلة، ماذا تريديننا أن نفعل؟ الأمور تسير على خير ما يرام. يقول لوي: اختيار المطعم الذي تريد فيه تناول العشاء بكل تأكيد ليس قضية مصيرية، فالبحث ركز على مواقف بسيطة كما تلفت كيلي هوس أستاذ التسويق في جامعة فاند ريبليت. تنبه هوس التي تعاونت في السابق مع لوي ولكن لم يكن لهما أي مساهمات في هذا البحث المذكور أن هذه المعادلة قد لا تنطبق على القرارات الأكثر أهمية مثل شراء منزل أو حتى تسمية طفل. يكرس الناس وقتا وجهدا أكبر لتأمين النتائج التي يريدونها وقت اتخاذ قرار من هذا النوع، ولكن ما دمنا نتحدث عن القرارات اليومية البسيطة فاحذر من تبسيط الأمور والاكتفاء بالنزول عند رأي شريكك، فكما تحذر هوس ستتفاجأ بما يحصل مع الناس الذين يحاول كل منهم التعامل بلطف مع الآخر، فهذا يؤتي نتائج عكسية في الواقع. الأنانية ليست أفضل خيار، لكنها قد تكون مهمة لحسم القرار في أوقات الحيرة، ولربما لا تكون الأنانية هي الخيار المفضل للبعض كما يشير لوي، ولكنه يستحق الأمر محاولة تجاوز الشعور بعدم الراحة، خصوصا في سياق العلاقات التي يواجه فيها الناس قرارات بصورة مستمرة أو عندما تكون مع مجموعة كبيرة وقعت في حيرة من أمرها. الأنانية ليست خيارا مفضلا، لكن قد يستحق الأمر محاولة تجاوز الشعور بعدم الراحة، خاصة في العلاقات التي يواجه فيها الناس قرارات مستمرة، ويؤكد
على ذلك الوي تحتاج المجموعات أحيانا إلى من يتصدر الموقف ويعبر عما يريده. أنا طبعا لا أقول أن عليك فعل ذلك، ولكن إذا شعرت أن التردد يمنع شخصا ما من اتخاذ قرار فتقدم واطرح رأيك بوضوح، فالناس في الغالب تقدر من يأخذ بزمام المبادرة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.